فوتي. سليمان بيك، لو سمحت هاي بدها توقيعك. خليهم يجهزوا الغرفة اللي ورا المكتب، راكان بيك رح يشتغل معنا من اليوم ورايح. اي امرك. غرفتي قريبة منك؟ مزبوط، بس أنا عم بشتغل مع أبوك. وأنا إذا بدي مساعدة شو بساوي؟ منحط إعلان بالجريدة واللي بتوافق عليها منوظفة فوراً ركان بيك. خبري مديرك إن المحقق سادات إجا. قدرنا نلاقي جثة الحارس المقتول، مرمية جنب الأوتوستراد ورأسه مشوه وحاطينه بقلب شوال كمان. كان له أعداء على علمك؟ مو سألتني مبارح وقلت لك ما بعرف؟ أنا هون عندي أكتر من 1000 عامل، كل ما حدا صار معه شي بدكن المدير يتحمل المسؤولية بهيك حالة؟ طبعا. بس ثانوية كنا نهرب ونجي نلعب هون بالطابة، حتى شجر التوت حوالينا. المهم هلأ، لحد السنة الماضية على علمي كنت تشتغل بتجارة السيارات، بس هلأ صرت صاحب العقار هون. أنا اشتريت هذا المحضر والحمد لله توفقنا فيه. ما شاء الله. عفوا سليمان بيك، بجيب ضيافة؟ جيبي لي قهوة بحليب إذا ما فيها إزعاج. جيبي له إياها بكاسة كرتون منشان المحقق ياخدها معه، ما بتوقع ضل شي نحكي فيه. بلشت بيع البيوت الجديدة؟ لسه. شو هالحكي؟ غريب والله، أنا سمعت أنكم بلشتوا. مجرد عروض، بالطابو ما في شي رسمي. مين المسؤول عن عملية البيع؟ أكتر من حدا، أنا مو فاضي. تليفون لك. ألو؟ وين؟ أنت متأكد؟ ماشي. أمورك بالسليم يا سليمان بيك. قال الشباب لقوا المجرم قبل ما يرتكب الجريمة، قال كاتب رسالة معترف فيها بنية القتل. والله هيك؟ ايه؟ الله يعطيكم العافية. يلا. نحل الموضوع ما هيك يا بيك؟ موضوع الحارس طبعا، بس هالشرطي سمعان عم بيع البيوت وضل معلق على هالقصة، وإذا ضل يبحبش وراها رح يوصل لركان. تعمل أي شيء، المهم تلاقي عمران وعرفان وتجيبون. عم تفهم؟ هدول الكلاب رح يجيبولنا مصيبة. أمرك سليمان بيك.